وينك يا ابن الكلب؟ وينك لهلا يا ابن الحرام؟ هل ما في حدا؟ على شرفك واطي بصرماي، ما في حدا. العمان ليكونوا مسكوها دول. اسمعي يا بيضة، إذا فكرتي تخبري الشرطة باللي صار رح أقول لهم مو هاي أول مرة بتجيبيني لعندك، وبالعلامة هذا المفتاح أنت اللي عطيتيني إياه، والمصاري اللي أخذتهم قبل شوي أنت حاطتيني إياهم، يعني حالها الزلا. هلو صورتك يا هون قبل شوي، ولح خليهم ذكرى لأنه هذه ليلتي المرحومة مرت خالي أم كلثوم الله يرحم التراب. هيك عملها شبك، شفت يا جحش شبك يا حمار، هدي بسامها. شو بدك يعني سكتها وانت هربت مثل الفار؟ قولك كنا رح نطلع بدون ما حدا يحس علينا، بس مو في هون حمار، لك مو في جحش هون. إيه علينا، لا تخاف ما رح تخبر حدا. لك انا كم مره سالتك وقلت لي ما في حدا بالبيت؟ يا اخي وطلع في حدا بالبيت؟ كم مره بدي اقول لك شفت هي امه طلعوا على البولمان. هلا شو هلا؟ بسيطة، نتقاسم المصاري وخلصت. خراس، سدوا لبوزك لك يا واطي، ولا كأنك عامل شيء. خربت لي عشتها للبنت، فضحتها للمخلوقة. بالله شو؟ هلا بدك تعمل لي فيها شريف وزورة وبالفردين؟ وين كان الشرف لما فت تسرق المصاري من البيت؟ بكل الأحوال لو ما عملت هيك كانت حتبلغ الشرطة، ورح تبلغ الشرطة على أوصافي إلي لأنه شافتني إلي مو لك، فريح راسك لأنك بالسليم. صفن بسمة حبيبي حبيبي، بالشنتاي أكثر من ثلاثة، أكثر من ثلاثة مليون لكل واحد، يعني بنسيك همك وأمك. عندك سم الهاري؟ لا ما عندي، إذا بدك ونجيب. خايف؟ خلاص في أمرك، أنا راح أجيب لك. بتيابك شرفك صرمائي.